السلام عليكم، تحياتنا لكم. سأعمل الخطوة الثانية من نصب تركيب جهاز تقويم الأسنان في الجانب الأيمن. أولا نفتح الخلع، خذ المرأة حبيبي. ثانيا نكشف الأسنان. ثلاثة نضع قطنة على السن الأخير، عض على أسنانك، ممتاز. والآن نضع المحلول الحامضي على السن الثالث مثلا للتعويض، ولكن بالحقيقة احنا نبدأ من السادس أفضل. هذا السن رقم ستة وهو الرحلة الأولى، بعدين رحل الضاحك والضاحك والنار. إذا وضعت الجانب الأيمن العلوي، ثلاثة أربعة خمسة ستة. المرحلة الأولى هي تحضير الأسنان بواسطة الأسيد، يبقى تقريبا نصف دقيقة إلى دقيقة. خلال هالفترة السن يكون متحضر ببعض الخشونة حتى اللاصق يلصق على السن بقوة. تقدر تتابعني بالمرآة، تكون بالنسبة لك متعة أكثر. ليش؟ هتحصل معلومات إيجابية وهتحفظ مثلا الأسنان رقم واحد اثنين ثلاثة. أنا بديت من ثلاثة، ثلاثة أربعة خمسة ستة في الجانب العلوي جهة اليمين. إذا من الآن إذا حفظت هاي العبارة، وأكيد أنت هتحفظها وما تنساها، هتصير طبيب. إذا هتبدي تحب نفسك، لما تتكلم ويا الناس تتكلم بلغة طبية. إذا تريد تخابرني لأي سبب حتقول لي السن الثالث العلوي جهة اليمين، رأسا أعرف أي سن، إحداثيات ثلاثية. حلو؟ شكرا. زين الآن كافي، نشيل الحامض، افتح لي على طل. الآن أغسل أسنانك وترجع بسرعة. الآن أعطيكم موجز صغير وسريع عن عملية نصب الأجهزة. الإشاعة الموجودة في المجتمع أن تقويم الأسنان مؤلم، متعب، يحتاج إلى أدوية أو يحتاج إلى أوبر، وكثير من الناس يعتقد نحتاج قلع بالضرورة. لا أبداً، هذه شائعات خطأ. العلاج ممكن أن يكون مريح جداً وبدون أوبر وبدون قلع للغالبية العظمى. إذا احتاج أنا الأوبر والقلع مثلاً في بعض الحالات، ممكن نطمئن المريض ونوصل بطريق سهل ومريح مثل ما نعمل الآن، ونخلي المراجع يفرح بالنتيجة. حط على أسنانك حبيبي، ممتاز. الآن نأخذ الأسنان من القطن، نشفها بالمي، نشف المي بواسطة الهواء، وبعدين نبدي عمل اللاصق. هذا اللاصق يرجع بناء السطح الخارجي للسن ويكون لماع. إذا حيكون لماع وما يجمع الأكل، والنقطة الأهم هو لاصق، بمعنى أن الحلقة اللي حخليها تلصق على السن بشكل طبيعي. والسن ممتاز. لا تحرك رجعاً. ممتاز. الآن نعمل عملية الضوء أو الليزر. الليزر هو اصطلاح عامي، ولكن الحقيقة هو ضوء خاص ينشف الحشوة بشكل مباشر. خلال أقل من نصف دقيقة الحشوة تجمد، والمراجع ممكن أن يروح البيت ويأكل على راحته. حلو. للملاحظة، الآن نكمل من رقم ثلاثة إلى خمسة. إذا لاحظت سالم مستمتع تماما بالمتابعة، الدليل على ذلك هو قاعد
قاعد ينتقل من حالة إلى أخرى مع الراحة. مرة يمسك المراية ويتابعني، ومرة يأخذ الموبايل ويحرك الموبايل ويشوف بعض الصور. الدلالة على أنه العلاج مريح جدا وبدون ألم وسريع أيضا. ليش؟ لأن أنا الآن انصبت 4 حلقات بالجانب الأيمن، والآن أيضا أنشف الأسنان ويبس الحلق بواسطة الضوء. رقم 5 احسب يا سالم. 5 ممتاز، 4 ممتاز، 3 هيا جهة علوي يمين ممتاز. إذا الآن أنت لو ترفع التليفون على أي طبيب وتقول له هذا السن تحدده، سيقول لك أنت طبيب. ليش؟ هذه سر المهنة. إذا أنت حتكون طبيب صغير وتسمع كلامي وتتبع تعليمات، وهذه حضيف لنا راحة وسرعة إضافة إلى المتعة. حلو. الآن خلصنا المقطع الثاني. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء آخر لتكملة الأربعة الأمامية في الحلقة القادمة، وستكون أبسط من الحلقة رقم 1 والحلقة رقم 2. شكرا لمتابعتكم، مع تحياتي البروفيسور الدكتور بشير كنعان، مسقط عمان، مركز كنعان الطبي. شكرا لكم.